سلام لكل من يشاهدنا في هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناة نبات مدينتنا أو صفحة نبات مدينتنا البليدة. إذا كنت تشاهدنا على الفيسبوك، نحن نطمح لنشر ثقافة النباتات في جزائرنا الحبيبة وفي كل وطننا العربي، لما لا؟ لذلك إذا استفدتم من هذه القناة أو هذه الصفحة شاركوها مع أصدقائكم. إذا قبل البدء في موضوعنا لنهار اليوم، لا ننسى الصلاة على النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. موضوع اليوم هو حول كيفية تركيب بيت بلاستيكي من هذا النوع كالذي في الصورة، لكن دعوني قبل البدء في الشرح التطبيقي أن أقول لكم بعض فوائد البيت البلاستيكي. أول فائدة هي حماية النبات من تقلبات الطقس كالرياح القوية والسقيع والأمطار الغزيرة، وهذه فائدة مهمة. فائدة أخرى وهي زيادة النمو، فالبيوت البلاستيكية محكمة الإغلاق لا تسمح بنفاذ غاز ثاني أكسيد الكربون CO2، والذي يعتبر من الغازات الضرورية والمهمة في عملية التمثيل الضوئي للنبات، بحيث تتراكم كميات عالية جدا منه تحت الغطاء البلاستيكي، لذلك يتركز هذا الغاز بشكل وفير من أجل نشاط الأوراق النامية. وتعد النباتات المزروعة في هذه البيوت أنظف وتكون لمعة نوعا ما، وهي أقل عرضة للعفن بسبب إزالة بقع التربة عن النبات، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج مقارنة مع ما يخرس في العراء. لكي لا نطيل في الفيديو كثيرا، ندخل مباشرة إلى كيفية تركيب البيت البلاستيكي يكون من هذا النوع. وهذا البيت مستعمل وليس جديد، سنقوم بتغيير مكانه. أول شيء أقول لكم، القياسات الخاصة بهذا البيت البلاستيكي هو طوله حوالي 50 متر وعرضه حوالي 8 أمتار. نأخذ القياسات في أرض الواقع كما تلاحظون هكذا، وقوموا باستخدام خيط هكذا للمحافظة على استقامية البيت البلاستيكي. وهذه هي القياسات في أرض الواقع، من هنا إلى هناك في الطول يعني يوجد 50 متر كما تلاحظون، أما في العرض كما قلنا كذلك يتواجد 8 أمتار. بعدها نأتي إلى شيء مهم، ألا وهو وضع الهيكل الخاص بالبيت البلاستيكي على الأرض قبل البدء في التركيب، وذلك من أجل تسهيل عملية التركيب وعدم تضييع الوقت كثيرا. بحيث يتواجد قوس صغير في الجانب الأول وقوس أكبر منه في السقف، أي قوسين أقصد، وقوس صغير في الجانب الثاني، وكذلك بالإضافة إلى الدعامات الموجودة في الأسفل هذه. وكذلك لا ننسى أن نضع ثلاثة من الصليب الصغير لربط الأقواس الأربعة ببعضها البعض. أما الصليب الكبير فنضعه لكي يربط الأعمدة ببعضها البعض. نقوم بتركيب الجزء الأول من البيت البلاستيكي على الأرض، ثم نقوم برفعه بواسطة حبل أو ما شابه. بعد رفعه يصبح الأمر سهل ونستمر في التركيب هكذا بطريقة سهلة. وبعدها نستمر بنفس الطريقة، يعني البداية هي الصعبة فقط، أي عندما نقوم بتركيب الجزء الأمامي في الأرض ورفعه وتثبيته، وبعدها تركيب الأجزاء المتبقية يصبح سهل. بعدها نقوم بحفر تحت الصليب الكبير لكي يثبت البيت البلاستيكي في مكانه كما تلاحظون بهذه الطريقة البسيطة.
وبعدها تأتي مرحلة مهمة، ألا وهي تثبيت البيت البلاستيكي عن طريق شده بالأسلاك لكي يثبت أمام الرياح، وكذلك مهمة بالنسبة للغطاء البلاستيكي لكي يوضع جيدا ولا يخزن الماء عند سقوط الأمطار. بعد ذلك نقوم بربط الأسلاك من أجل المحافظة على استقاميتها بهذه الطريقة. بعد ذلك لا ننسى شيء مهم، ألا وهو الحفر على جانبي البيت البلاستيكي سواء يدويا أو بواسطة الآلة. نحن هنا حفرنا يدويا، وذلك من أجل وضع الغطاء البلاستيكي. المرحلة الأخيرة وهي وضع الغطاء البلاستيكي بغض النظر عن نوع الغطاء، فالطريقة واحدة بالنسبة لهذا النوع من البيوت البلاستيكية. بعدها نبدأ بفتح تلك الأجزاء من الغطاء البلاستيكي بهذه الطريقة. فيما بعد نضع أطراف الغطاء في تلك الحفر التي حفرناها على جانبي البيت البلاستيكي ونرمي فوقه التربة هكذا. لكي يثبت أمام الرياح القوية والأمطار. وهكذا أتممنا وضع الغطاء البلاستيكي. إذن كان هذا فيديو بسيط لكيفية تركيب بيت بلاستيكي عادي من هذا النوع الذي شاهدتموه، وهذه أول مرة نقوم بتركيب بيت بلاستيكي وحدنا، وأردت أن أنقل معكم جزء من التجربة في هذا الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم. إذا كان لديكم أي تساؤل بخصوص هذا الموضوع أو فيما يخص نباتات الزينة ضعوه في التعليقات، أو قوموا بمراسلتنا عبر صفحتنا على الفيسبوك أو حسابنا على الإنستغرام، تجدونهم أسفل الفيديو. وإذا استفدتم من هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.